بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نبدأ على طول عشان الوقت عندكم قريب من الأذان. فحكينا احنا بالتفصيل على المرة اللي فاتت على التست للاندروفين للكدني عشان نعرف الكدني فانكشن. نبدأ في أول ديزيز معانا دوت acute kidney injury. تمام. شنو تعريف acute kidney injury؟ قال لك عبارة عن syndrome of decreased renal function measured by increased serum creatinine ولا urine output over hours to days. تمام. يعني تعريف ال acute kidney injury حاجتين، يا اما السيرم كرياتينين مرتفع يا اما في decrease في urine output. يعني لو جاك مريض عنده decrease في urine output، قال لك مثلا لي 12 ساعه ما دخلتش الحمام، حتى هو نقدر نعرف عن acute kidney injury حتى لو كان السيرم كرياتينين نورمال. تمام. والacute kidney injury تصير من hours ل days، من hours ل days. تمام. طبعا الاسباب نتاعها قال لك it includes different etiologies، ممكن تكون multi factorial. تمام. يعني ممكن الاسباب نتاعها عدد ولا حرج، ونجوم بعدين. في منظمه دوليه اسمها kidney disease improving global outcomes guidelines اللي هي KDIGO. كيدايجو هذه منظمة دولية تعني بالكيدني ديزيز بصفة عامة، فدارت تعريف للأكيوت كيدني إنجري. تمام. قال لك حاجة من ثلاث حاجات، يا أما تقول لي إنه هو ريز إن سيرم كرياتينين أكثر من 26 مايكرو مليمور بير ليتر خلال 48 ساعة. تمام. أو بما يعادل لو تبي تحولها لوحدات من مايكرو ملي مول بير ليتر إلى ملي جرام بير ديسي ليتر، حتبقى أكثر من 0.3 ملي جرام بير ديسي ليتر، واحدة من هذه الاثنين صح. تمام. فهذا أول تعريف، يا أما الكرياتينين ارتفع أكثر من 0.3 ملي جرام بير ديسي ليتر خلال 48 ساعة، يا أما الكرياتينين ارتفع أكثر من 1.5 من البيز لاين. تمام. يعني واحد البيز لاين، شنو البيز لاين؟ البيز لاين معناه المريض عنده كيدني فانكشن تيست دايره من فتره، شهر شهرين من سنه، وعنده مثلا رقم محدد الكرياتينين طالع فيها مثلا واحد، مثلا داير 2019 داير تحليل الرقم عنده واحد، معناه نقول البيز لاين كيدني فانكشن تحت الاساس نتاعها الكيدني فانكشن 1 ملي جرام بير ديسي ليتر، وجاك تو داير تحليل طلع الكرياتينين نتاعها مثلا 2 تمام او 3، معناه مرتفع 1.5 اكثر من يعني 1.5 تايمز. يعني شنو نضرب البيز لاين، مثلا البيز لاين بتاع 1 في 1.5. تمام. هذه معناتها 1.5 تايمز البيز لاين. تمام. ثالث تعريف للاكيوت كيدني انجري، ان اليورين اوتبوت اقل من 0.5 ملي بير كي جي بير اور الاكثر من 6 ساعات. شنو معناتها؟ لنفرض ان جاك مريض عمره 70 سنه. تمام. 70 سنه، وقال لك شو المفروض يكون اقل حاجه له 70 سنه؟ 70 سنه. تمام. يعني اللي نقوله مثلا المريض 70 سنه وعمره 70 سوري مش 70 سنه، وزنه 70 كيلوغرام، وزنه 70 كيلوغرام. تمام. وزنه 70 كيلوغرام، اذا كان قلنا 70 كيلوغرام معناها نص ملي بير كي جي بير اور كام؟ معناها نص ملي، معناها نص في 70 معناها 35 ملي بير كي جي بير اور. معناه المريض اللي وزنه 70 كيلو مفروض اقل حاجه ينتج، اقل حاجه ينتج من اليورين 35 ملي بير كي جي بير اور. يعني في الساعه مفروض يطلع 35 بير كي جي بير اور، 35 ملي لكل كيلو في جسمه للساعه. هذه معناتها اذا كان المريض اللي وزنه 70 كيلو طلع اقل من 35 ملي بير كي جي بير اورز الاكثر من 6 ساعات، نقول تعريفه اكيوت كيدني انجري. تمام. هذه تعريفات الأكيوت كيدني إنجري. أي واحد منهم يمشي معاك معناها المريض عنده أكيوت كيدني إنجري. يعني مرات عنده كرياتينين نورمال، الاثنين نورمال، وعنده ديكريس في اليورين أوتبوت، ما زلت نعرف على أن أكيوت كيدني إنجري. تمام. نجو بعدها للإبيديميولوجي. الإبيديميولوجي قال لك الـ AKI common، very common. تمام. وتصير up to 18% من المرضى اللي يدخلوا المستشفى، و 50% من المرضى اللي يدخلوا للعناية. هذه حاجة مهمة، يعني it's very 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 common. تمام. شنو الريسك فاكتورز؟ الريسك فاكتورز أول حاجة pre-existing CKD، يعني مريض عنده قصور كلى already، أصلا عنده قصور كلى وصار acute kidney injury. فالمرضى اللي عنده قصور كلى هم أكثر عرضة إنه يصير عندهم acute kidney injury. هذه نقطة. المرضى الكبار في العمر، تمام، male age،
الكوموربيديتيز. شنو الكوموربيديتيز؟ المرضى اللي عندهم دايابيتس، اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز، اللي عندهم مالجنسي، اللي عندهم كرونيك ليفر ديزيز، اللي دايرين كومبلكس سيرجري، هذول كلهم اكثر عرضه انه يصير عندهم اكيوت كيدني انجري. هذا الريسك فاكتور. الكومنست كوزز ما نحبش اني نحفظ الحفظ، تمام، حنجوم بعدين بالتفصيل كومنست كوز، بس انا ذكر لك يعني سيبسيس، سيرجري، كارديوجينيك شوك، other causes of hypovolemia, hepatorenal syndrome, drugs, obstruction. تو نجوم بعد من قسمه أنواع الأكيوت كيدني إنجري وكل نوع شنو سبب بالضبط، يعني تقدر إيش ما تقرأ عن شنو يعني. تمام، كيف الأبروتش للأكيوت كيدني إنجري؟ تمام، جاتك حالة، تمام، كيف نبدأ فيها من البداية من A لل Z؟ كيف نبدأ فيها الحالة؟ أول حاجة الهيستوري لازم مهم. الهيستوري ممكن يشخص لك الحالة من غير ما تدير حتى تحاليل، فقط الهيستوري لازم تسرع لكل حاجة. شنو المريض أعراضه؟ هل عندك سهال؟ ديهيدريشن، ينزف، هذا كل الحاجات يسبب ان AKI. تو نجوم بعدين في الأسباب، تقول صح كان سألت عليه في الهيستوري راني استفادت منها. تو الأدوية، في أدوية يسبب الأكيوت كيدني إنجري، هذا كل نبي نعرف. الفيزيكال إكزام، الإكزامينيشن، نبي نشوف هل ضغطنا نازل مش نازل، هل المريض عنده نزيف معين، هل المريض عنده راش يمشي مع ديزيز معين. الفيزيكال إكزام حيفيدك بحاجات واجدة. هل عنده أسايتس؟ حيفيدني في سبب معين. فالهيستوري الفيزيكال إكزام يدير لك جايد وين تمشي بالضبط أنت في الديكنوسيس بتاعك. Determine the duration of the renal failure. تمام، لازم تعرف الرينال فيريال له كم. تمام، هذا اذا كان المريض عنده بيز لاين كيدني فانكشن، يعني كان المريض من شهر دير تحليل كيدني فانكشن وطلع عنده نورمال، وجاك امس ودير تحليل طلع عنده ابنورمال، معناه شنو؟ معناه هذه حاجه صارت ايش يعني، ما اكيد كيدني انجري ما لهاش فتره، لان من شهر كيدني بتاعته كانت نورمال. تمام، ثالث حاجه لازم تعرف الاي كي اي نوعها ايش. هل هي بري رينال؟ تو نجاوب بالتفصيل. هل هي انترا رينال؟ هل هي بوست رينال؟ هذا انواع ليش الاكيوت كيدني انجري، بري رينال وانترا رينال وبوست رينال. تمام، لازم تطلب كيمستري. تطلب كيمستري عشان ايش؟ عشان تشوف البي يو ان والكرياتينين، هل اللي تبي تعرف بيه الكيدني فانكشن. تبي تدير شنو اخر؟ تدير يورين اناليسس. تمام، يورين اناليسس، شوف اليورين اناليسس شن فيه، الدبستيك، تمام، في بروتين، في بلد. تمام، هذا ميزه اليورين اناليسس. تبي تدير يورين كيمستري. يورين كيمستري اللي هنا شنو الكيمستري؟ نفس ما شفت في البلازما والسيرم، شفت الصوديوم والبوتاسيوم والبينوكرياتينين، حتى تقدر تشوف اليورين. تقدر تشوف اليورين، دير تحليل كيمستري، تشوف الصوديوم وتشوف الكرياتينين، تشوف البوتاسيوم اللي تبيها كلها. تمام، ليش درت كيمستري في اليورين؟ عشان نعرف الفينا شنو الفينا، اللي هي فراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم. في حالات، طبعا واحد من الاسباب اللي قلنا نوع واحد من انواع الاكيوت كيدني انجري بري رينال، صح، في بري رينال وانترا رينال وبوست رينال. شو معناتها بري رينال؟ معناها مشكله مش في الكيدني، معناها صارت حاجه قبل الكيدني ادت الى ديكريز بيرفيوجن للكيدني فسببت بري رينال اكيوت كيدني انجري. اي حاجه تنقص البيرفيوجن للبلد فلو للكيدني تسبب بري رينال. تمام، عاده الكيدني لما يصير عندك بري رينال كوز، اي سبب تونجون بعدين، مثلا ديكريز البلد فلو للكيدني، الكيدني تشتغل. فمثلا واحد عنده ديهيدريشن، تمام، ديهيدريشن، فالكيدني تحاول شنو؟ تمتص السوائل كلن وتمتص الالكترولايت كلن وتنقص البول عشان تحافظ على ضغط جسم الانسان وتحافظ على كميه السوائل في جسمك. فالكيدني تمتص كل حاجه، فلذلك ايش؟ تلقى الصوديوم شوي في اليورين، فيري فيري لو. الصوديوم في اليورين فيري فيري لو، لان الكيدني ايش؟ تشتغل تمام سليمه وتمتص في كل حاجه. فلما تقيس الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم حتلقاه اقل من 1%. شنو المعادله بتاعت الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم؟ سهله، فراكشنال فينا، يسموا فيها فينا، تقدر تقول فينا اختصار، تساوي اليورين، تمام، صوديوم في السيرم كرياتينين على اليورين العكس، كرياتينين في سيرم صوديوم. تمام، الناتج يطلع لك، مثلا طلع لك 0.05 تضربه في 100 يطلع 5% مثلا. تمام، فهذا يطلع لك شنو هنا؟ الفينا. تمام، اذا كان الناتج تضربه في 100 يطلع لك، عشان نبي نعرفه كنسبه كريشيو 5%. إذا كان الناتج أقل من 1% نفس تحت أنا، يبقى بري رينال. تمام، هذه الفينا، هذه الفينا لازم تعرفها، فينا كيف تحسبها. ثالث حاجة نبي نعرف الأوزمولاليتي،
تمام. اذا كان الاوزمولاليتي، شنو الاوزمولاليتي؟ معناها المريض اليورين بتاعه كونسنتريت مركز. اذا كان الاوزمولاليتي عاليه معناها المريض كدني تشتغل تمام، واحتمال كبير يكون عنده دي هيدريشن. تمام. بعدها شنو ندير اخر حاجه في الدايجنوستس، في الدايجنوستيك تيست، ندير رينال الترا ساوند. علاش ندير رينال الترا ساوند؟ عشان نبي نعرف هل في هايدرونفروسس ولا لا. علاش هايدرونفروسس؟ معناها في اوبستراكشن ان ذا لوور يورينري تراكت، في اليوريتر، في البلادر، في اليوريترا، في اوبستراكشن. فهذا يدير لي بوست رينال اكيوت كيدني انجري. تمام. خلونا نجو هاني ياي عشان ايش، عشان لنفرض جاك مريض تمام، جاب لك تحليل وقال لك عندي يا دكتور عندي كرياتينين مرتفع، قالوا لي عندك قصور في الكلى، كيف تدير الابروتش؟ كيف تعرف الانواع؟ تمام. الانواع نقسمها على حسب، يعني لما نبي نبدا تشخيص اكيوت كيدني انجري نبي نمشي على حسب خطوره النوع. اهم واحد البري رينال، اول واحد لازم تعرفه ان في بري رينال ولا ما فيش بري رينال. ليش؟ لان اسبابها غالبا خطيرات، ولان اسبابها يتعالج بسرعه، فلازم تعالجه بسرعه. لانك لو ما عالجت، لو طولت، مثلا جاك مريض وجيت كرياتينين بتاعه مرتفع، قلت له اوكي يا حاج عادي دير لي تحليل اليورين هذا وتعالي بعد يومين، فاحتمال كبير بتاع البري رينال هذا من قبيتك ما عالجتش فيستمر ويبقى اكيوت تيوبولار نكروسس، يصير في نكروسس في السيلز بتاعت التيوبولز، فتبقى حاجه للاسف تحول الى حاجه دامج. تو نجاوب بعدين. فالبري رينال لازم على طول تدير لي اكسكلود الدايجنوسس، لازم تشخص على طول. بعد البري رينال المفروض الواحد يقول لي انترا رينال، صح؟ الانترا رينال مش مستعجل عليه، نشوف البوست رينال. اول حاجه ندير اكسكلود الدايجنوسس البري رينال، بعدها البوست رينال. ليش البوست رينال؟ حتى هو حاجه تعالج بسرعه، لان اذا كان في مريض عنده اوبستراكشن في مثلا في اليوريثرا، اوبستراكشن في البلادر، اوبستراكشن في اليوريتر، المريض ما عادش يقدر يتبول، يبقى يتراكم البول وين؟ في الكيدني بلفس، ويصير في هايدرونفروسس، ولو ما عالجش الهايدرونفروسس حيموت الخلايا بتاعت الكورتكس بتاعت المدلة. فلذلك المريض على حسب الابستراكشن، كان هو في اليوريتا في اليوريثرا في البلادر نيك يركبوا له فولي كاثيتر، كان هو فوق في الـ في الـ في اليوريتر يركبوا له نفروستمي. بعدها كان استثنيت النوعين ذن، نشوف النوع الاخير اللي هو انترا رينال كوز اوف اكيوت كيدني انجري، وهذا نقدر ايش ما نكونش مستعجل فيه. تمام. خلينا نبدا. جاك مريض جاب لك تحليل في الكرياتينين مرتفع، شنو البري رينال ورك اب؟ بري رينال ورك اب شنو؟ اول حاجه كيف ما قلنا طلبنا تحليل دم اللي شفنا البي يو ان والكرياتينين. نحن لما جينا البي يو ان والكرياتينين من قبل في التحاليل قلنا الريشيو لما يكون اكثر من 20 الى 1 معناها بري رينال. يعني مثلا كان مريض دير تحليل وطلع البي يو ان 100 والكرياتينين، مثلا الكرياتينين 1، تمام، كرياتينين 1 معناها 2 فيها 50 و2 فيها 1. هل الريشيو اكثر من 20 الى 1؟ نعم، الريشيو اكثر من 20 الى 1 لان 50 الى 1، معناها المريض هذا توفر عندي واحد من الشروط اللي نقول انه بري رينال اي كي اي اور بري رينال اكيد. تمام. ثاني حاجه اليورين صوديوم، بما ان البري رينال صار لدي هيدريتد والكدني قاعده تمتص في كل حاجه في السوائل الكترولايت، مفروض انا متوقع ان الصوديوم يكون في اليورين لو، معناها السيرم اليورين صوديوم حيكون اقل من 10. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، بما ان اليورين صوديوم لو في اليورين معناها مفروض اوريدي ان تكون الفراكشنال اكسكريشن بتاع الصوديوم اقل من 1، لان يتبع بعض، يقدر اليورين صوديوم لو تقدر فينا لو، فالفينا مفروض تقعد اقل من 1. توفر معك الثلاث الشروط هذين معناه أنت تقدر تقول التشخيص بري رينال. تمام. في حاجة نقطة مهمة، إذا كان المريض ياخذ في دايوريتك زي فرزمايد، تورزمايد، هيدروكلوروثايزايد، الدايوريتك هذين شين يدير؟ الدايوريتك هذين، الدايوريتك هذين يخلن المريض يفقد إلكترولايتس في اليورين زي الصوديوم والبوتاسيوم، يبقى يفقد في اليورين فيزيد في اليورين، فلذلك هو مريض ديهيدريتد اصلا. تمام. والكدني بتاعها قاعده تمتص في كل حاجه، لكن هو المريض ياخذ في ديوريتك وقاعد يفقد في الصوديوم، فللاسف حتلقى الصوديوم اكثر من 10، حتلقى الصوديوم اكثر من 10، وحتلقى الفينا اكثر من 1% مرتفعه، مع ان بريرينا لكن تلقى ذا المرتفعات. فهذا في حاله المريض اللي ياخذ في ديوريتك. لذلك شو استخدمه بدل ما يستخدموا الفراكشنال اكسكريشن بتاع الصوديوم، استخدموا الفراكشنال اكسكريشن بتاع اليوريا، نفس المعادله من بدري، بس مكان انك تحط يورين صوديوم فوق على يورين صوديوم حط يورين يوريا في السيرم كرياتينين
على اليورين صوديوم، تمام؟ نفس المعادلة اللي بدري درناها، بس مكانها تحط شنو؟ مكان الصوديوم تحط شنو؟ يوريا، تمام؟ تطلع لك نتيجة، مثلا طلعت لك نتيجة 0.043، تضربها في 100 تطلع لك مثلا 43%. معناها هذه 43% تشوف أنت، إذا كان أقل من 35% معناها الإف يوريا ماشية مع البري رينال كوز، تمام؟ هذه في حالة أونلي، فقط في حالة المريض اللي ياخذ في ديوريتك احسب الإف يوريا، تمام؟ لذلك لازم إيش؟ لازم تدير في اليورين، تشوف اليوريا في اليورين كم، تقيسها كم عشان تحسب الإف يوريا. غير هيك كان المريض ما يخش في ديوريتك أنساها بالكل، فيش داعي تستخدمها، خليك على اللي فوق هذني، على البيون كرياتينين ريشيو، وعلى اليورين صوديوم، وعلى ليش، وعلى الفراكشن اكسليشن، تمام؟ طلعنا ذي المرتفعات ومشيت انت مع تشخيص بري رينال، تمام؟ شنو البري رينال؟ كيف ما قلنا معناه في ديكريز برفيوجن، في ديكريز برفيوجن للكيدني، معناه البلد ما يوصلش واجد للكيدني، تمام؟ اسباب عدد ولا حرج تنجوم بعدين، منهن الهايبوفوليميا، لاي سبب هايبوفوليميا، مثلا المريض يرجع اسهال، تمام؟ عنده شوك، في شوك، تمام؟ لذلك تعطيه اي فلويدز، تمام؟ العلاج خلوه، لذلك ما نبيش نبحث ثاني، هي خليها هذه النقطه هذه، بس نبيك تعرف ان شنو هذا، عرفت ان التشخيص بريرينا، تمام؟ لنفرض ان هذا ما طلعنش معك، لا طلعت البيو ان اكثر من 20 الى 1، لا طلعت هذه اقل من 10، لا طلعت هذه اقل من 1، معناته التشخيص مش بريرينا. لازم نستثني شنو معناته التشخيص it's not prerenal cause، نبي نستثني exclude the postrenal cause. ثاني واحد البوسترينال كوز، الاول نوع استثنين، اول نوع من الacute kidney injury prerenal، ما طلعش prerenal. ثاني نوع البوسترينال، تمام؟ البوسترينال سهل، دير لي ultrasound، تمام؟ لو شكيت، لان المريض مرات يقول لك انا ما تبولتش مثلا من 20 ساعة من الصبح ما تبولتش، دير ultrasound للكيدني عشان تشوف اذا كان عنده hydroureter والله هايدرونيفروسيس، تمام؟ على حسب الابستراكشن وين قاعد، يصير الهايدرويوريتر والله يصير الهايدرونيفروسيس، تمام؟ مرات الابستراكشن عندي شنو؟ عند البلفويوريتريال جانكشن فوق، فيصير شنو؟ فيصير هايدرونيفروسيس واليوريتر يقعد، تمام؟ إذا كانت مثلا الابستراكشن عند مخرج اليوريتر من البلادر يصير هايدرويوريتر، ومرات يصير في حتى هايدرونيفروسيس لأي سبب كان. إذا كان المريض جاك ما يقول لك أنا ما تبولتش ويشكي من ألم، شك في كيدني ستون، فتدير كات سكان، سي تي سكان، تمام؟ سي تي سكان هي الدياجنوستيك في حالة ستون، تمام؟ بوسترينال كوز معناه أوبستراكشن، هذه حزم بوسترينال كوز معناه أوبستراكشن، بري رينال كوز معناه ديكريز بريفيوجن. على حسب، إذا كان الأوبستراكشن في الـ عند البلادر نيك ولا لوطة عند اليوريثرا، معناته بيدير له فولي كاثيتر، تمام؟ إذا كان الابستراكشن فوق الفولي كاثيتر يوصل لعند البلادر فقط، ما يوصلش فوق، لذلك يبي نفروستيمي تيوب يركبوا فيها من برا، يركبوها لعند اليوريتر عشان ايش؟ تبقى درين لليوريتر. فهذه تبي ايش؟ يورولوجي، معناته تبي تبعث المريض لليورولوجي، تمام؟ طلعت الالترا ساوند تمام، وطلعت السي تي تمام، معناها اتس نوت بريرين بوسترينال كوز، معناه تفكر توا في شنو؟ تفكر في انترارينال كوز. انترارينال كوز، الانترارينال كوز معناه في مرض جو الكيدني اتسال، تمام؟ حاجات يساعدنك في التشخيص اليورين اناليسس، مرات تحليل البول تشوف فيه بلاد، تمام؟ تشوفها تحت الميكروسكوبي، تشوف ديسمورفيك ار بي سيز، اكانثوسايس، معناه تشك انت في جلوميرولر ديزيز، في ديزيز، والله تشوف ايوزينوفيلز، تشك ممكن يكون في انترستيشال نيفرايتس، تمام؟ هلا تبي تدير بايوبسي، من غير بايوبسي ما تقدرش تشخص الانترا رينال كوز بتاع الاكيوت كيدني انجري، تمام؟ اي سؤال؟ تمام، نجو هنا الانواع، تمام؟ الانواع بري رينال والانترا رينال والبوست رينال على حسب الاسباب، تمام؟ ما نبيكش تحفظ الاسباب، افهم الباثوفيسيولوجي الكل وحده، حتى انت بروحك تبغى تقول في اسباب ويطلع صح، لانك انت عارف الباثوفيسيولوجي. نحن قلنا بري رينال شو معناته؟ بري رينال معناه ديكريز برفيوجن، اي حاجه تسبب ديكريز برفيوجن تقدر تسميها بروحك. مثال واحد عنده هارت فيلير، هارت فيلير ديكريز كاردياك اوتبوت، صح ولا لا؟ ديكريز كاردياك اوتبوت معناه ما يوصلش الدم وين؟ ما يوصلش الدم الكيدنيز، هذا الهارت فيلير سبب بري رينال. واحد عنده مثلا ليفر فيلير، تمام؟ تعين الليفر فيلير شنو سير عندهم؟ سير عندهم ليفر سيروسس وبورتال هايبرتنشن، تمام؟ البلد كله وين متجمع؟ متجمع في البورتال فين، فيصير في ليك، يطلع البلد من البورتال فين ويقعد البروتونيه كافيتي، فيصير عندهم اسايرس،
صح ولا لا؟ لذلك تلقى البيشنت اللي عنده ليفر فيلير تلقى عنده اسايتس، تمام؟ وهذه يسموا فيها ثيرد سبيس ديزيز، ثيرد سبيس الامراض اللي سببها ثيرد سبيس فلويد اند ثيرد سبيس، فلويد اند ثيرد سبيس. شنو معناته فلويد اند ثيرد سبيس؟ نحن كجسم طبيعي، انسان طبيعي، عندك الفلويد والواتر في تو سبيس، يا اما انترا سيلولر يا اما انترا فاسكولار. هذا مكان الفلويد الطبيعي، اي مكان اخرى اتس اب نورمال، يسموه فيه ثيرد سبيس، تمام؟ يسموه فيه ثيرد سبيس. نفس واحد يصير عنده بلورال فيوجن ثيرد سبيس، اسايتس ثيرد سبيس، إديمة الفلويد يقعد في الانترستيشال تيسو شمو يسمو فيها ثيرد سبيس، هذا كله ثيرد سبيس، تمام؟ فالليفر فيلير بما ان الفلويد تجمع في الاسايتس البروتينيه الكبدي، هذا ثيرد سبيس، قاعد في الثيرد سبيس. ليش يصير عنده اكيوت كيدني انجري؟ لان اول حاجه الفلويد كله تجمع في البروتينيه الكافيتي، تمام؟ نقص ضغط الدم، معش الدم تم معش يرد من البورتال، يعني من الجاسترونتستينال سيركوليشن، المفروض الدم يرد عن طريق البورتال فين؟ عن طريق الليفر للانفيريور فينا كيفا للهارت. الدم نقص معش ما يردش للهارت، فذلك الدم لما يمشي للكدني في ديكريز البرفيوجن. الحاجه الاخرى الليفر تصنح في الالبومين، تمام؟ شنو فايده الالبومين؟ الالبومين البروتين الالبومين له وظيفتين في جسمك انت، انه ينقل المواد، اي مواد في جسمك للديستنيشن التارجت سيل، نفس الهرمون نفس الدراج، يعني هو كارير، تمام؟ ثاني حاجه يحافظ على انكوتيك بريشر انسايد بلاد فيزلز انترافاسكولار. الانكوتيك بريشر، شنو فايده الانكوتيك بريشر؟ الانكوتيك بريشر يرفع تركيز الدم، فيمنع ان الفلويدز انه يصير له شيفتنج من الاقل تركيز الاعلى التركيز. يعني شنو الكلام، تمام؟ هذا بلاد فيزل صح، وهذا التيشو، هذا الاكسترا سيلولار تيشو، هذا بلاد فيزل، تمام؟ نحن عارفين ايش الفلويد، منين يبشل الفلويد؟ من الاقل، مثلا هذا حاجه مركزه فيها البومين واجد، تمام؟ وهنا في واتر، حتى هنا في واتر. المية منين تمشي؟ تمشي من الأقل تركيز الأكثر تركيز، تمشي من هنا لهن، تمشي من هنا لهن، تمام؟ الألبومين قاعد جوا البلاد فيزلز، تمام؟ زايد الانكوتيك بريشر، تمام؟ فيمنع الفلويد انه يطلع من البلاد فيزلز يطلع برا، يخلي الفلويد يجي من الانترستيشال تيشو يمشي للبلاد فيزلز، فلذلك يحافظ على ضغط الجسم، ضغط في جسمك، يعني ضغط الانسان، يحافظ على البلاد فوليوم، ما يخليش الواحد شنو يصير له فاسكولار ديبليتد، تمام؟ ما يخليش الواتر يطلع برا كله ويصير عنده انترا فاسكولار ديبليتد. هذا وظيفته ايش؟ الالبومين في البلاد فيزلز، يحافظ على الانكوتيك بريشر، تمام؟ لما واحد يصير عنده ديكريز الالبومين لاي سبب، ان الليفر ما تشتغلش، ديكريز برودكشن الالبومين، فعنده البومين شوي جوا جسمه، تمام؟ الالبومين جوا جسمه شوي، عنده مثلا شوي البومين، فيبقى الفلويد يطلع برا للانترستيشال تيشو، فلذلك المريض نتاع الليفر فيلير تلقى عنده اسايتس، وتلقى عنده حتى اديما لور اكستريميتي اديما، لان الواتر قاعد يطلع برا البلاد فيزلز. ايضا مرضى النفروتيك سيندروم اللي قاعدين يفقدوا في البروتين في اليورين كميات هائله، صاير عندهم لو البومين، حتى هم يصير عندهم نفس القصه، الفلويد كله يطلع في الانترستيشال تيشو، وتلقى عندهم اديما في اللور اكستريميتي والابر اكستريميتي، تمام؟ هذه كلها سببت نقص البلاد فوليوم في البلاد فيزلز، وتنقص البرفيوجن للكدني، لذلك مع تم سواء الكل نطلع من برا شنو بيوصل للكدني معناها، فهذه سبب ديكريز برفيوجن، هذا سبب من اسباب البريرينا، تمام؟ الحاجه الاخرى المرضى اللي عندهم اسهال، تمام؟ دايريا، المرضى اللي عندهم بليدنج، تمام؟ هذوم والمرضى اللي ياخذوا في دايريتك، ياخذوا في ميديكيشن دايريتك يسبب تبول واجد، هذوم كلهم ساير عندهم ديكريز انترافاسكولار فوليوم، يسموا فيها فاسكولار ديبليتد فوليوم ديبليشن، اي سميها زي ما تسميها، فوليوم ديبليشن، فاسكولار ديبليتد، انترافاسكولار فوليوم ديبليشن، هذا كله يسبب النقص للبلاد بروفيوجن للكيدني، تمام؟ الحاجه الاخرى اذا كان في تسكير في الرينال ارتري لاي سبب، معش الدم يوصل كويس للكيدني، رينال ارتري ستينوسس هذا سبب. المرضى اللي عندهم فايبروماسكولار ديسبليجيا في ميل، يصير عندهم ديسبليجيا، يصير في ثيكنينج في الميديا بتاعت البلاد فيزلز، فالدم معش يبغى يوصل كويس للكيدني، هذا كلن يسبب اي حاجه تسبب نقص بلاد يوصل لعند الكيدني يسموا فيها بري رينال، عدد ولا حرج. هنا يعني لنجول اسباب، انا حنقول اسباب لكل قلنا كلنا قاعده ثانيه. قال لك اول حاجه بامب فيلير، هارت فيلير قلناها، تمام؟ ليكي بايب، ليكي بايب لأن يصير فيه ليك،
والثيرد سبيس اي حاجه قالك تنتهي بالاوسس عشان تحفظها زي نفروسس سيروسس تمام. قلنا كل ان احنا ممكن ما قلناش الجاسترايتس. شنو الجاسترايتس؟ شنو تدير؟ قالك بروتين لوزنج انتيروباثي، المريض معاش بقى يمتص في البروتين صح. احنا قلنا البروتين مهم في انترافاسكولار عشان شنو يدير؟ عشان يصير الانكريز الانكوتيك بريشر تمام. فهذه قلناها نحن كويس تمام. الحاجه الاخرى قلنا الدايوريتك تمام صح، دايريه ديهايدريشن هيموريش، هذا كله ينقص البلد فوليوم، هذا كله ينقص البلد فوليوم. كلوج معناها في تسكير، فايبر ماسكولار ديسبليجيا قلناها، رينال ارتري ستنوسس. لو جي انت مثلا تحفظ الاسباب الاحفاظ انت تقدر تحفظها فاهم، لكن لما تبقى فاهم الباث فيسيولوجي تمام حتكون سهله بالنسبه لك. خلينا بعد البري رينال الاسباب نجو نمشوا البوست رينال، خلوا الانترا رينال اخر حاجه. بوست رينال سهلات، في اوبستراكشن، في اوبستراكشن تمام. زي ايش؟ زي في اليوريتر، اذا كان الاوبستراكشن في اليوريتر زي كانسر وستون، اوبستراكشن في البلادر، البلادر ما عادش تشتغل كويس لاي سبب، ممكن كانسر، سي فيها كانسر، في ستون، في نيوروجينيك بلادر تمام. نيوروجينيك بلادر هذا يصير في الاوتونوميك ديسفانكشن، ميديكيشنز، ميديكيشن يسبب ان ابنورمال ديتروزر مسل فانكشن، ادرينوجينيك ادرينو ريسبتور انتاغونست، اي حاجه انتي ديبريسنت لان الانتي كولينرجيك، البنزودايازيبين والهرمون ريبليسمنت ثيرابي، هذا كله ياثر على المسل فانكشن بتاعه البلادر. سباينال كورد انجري حتى هي واحده من الاسباب اللي تاثر على البلادر فانكشن، تبقى ما عادش تشتغل البلادر، فلذلك ايش يتراكم البول وكله يدير اوبستراكشن. اليوريثرا اي سبب كانسر، ستون، انلارجمنت في البروستيت، كينكيد فولي كاثتر، واحد مركب فولي كاثتر للأبد بس الفولي كاثتر صار فيه تسكير حتى هو يسبب obstruction. obstruction سهل، أي تسكير. الانترارينال، الانترارينال أول حاجة تمام. الجلوميرولونفرايتس تمام، الجلوميرولونفرايتس هذه حاجة مهمة. الجلوميرولونفرايتس سير فيه شنو؟ سير مشكلة عند الكدني اتسلف. فهذه حاجه مهمه لانك تبي تعرف ان سير في انفلاميشن في الجلوميرولس، سير في انفلاميشن في الجلوميرولس. قلنا بدري شنو قلنا؟ قلنا بدري اليورين اناليسيس نشوف في ار بي سيز تمام، ونشوف في ديسمورفيك ار بي سيز، ونشوف ار بي سيز كاست على حسب. مرات ما تشوف شيء، لكن عشان تشخص الجلوميرولونفرايتس تبي كدني بايوبسي، كتبي كدني بايوبسي، هذه حاجه مهمه. طبعا انا قال لك شنو لازم دير اكسكلوجن نفروتك سيندروم، النفروتك سيندروم يصير فيه بروتينيوريا اكثر من 3.5 وكوليسترول، هذه ما فيش داعي لها هنا لان اوريدي قلنا نفروتك سيندروم انا حكينا عليها سبب بريرينا تمام. انت عارف لي جلوميرولونفرايتس انك تشوف ار بي سي كاست ولا تشوف ار بي سي ديسمورفيك في اليورين اناليسس، هذا الجلوميرولونفرايتس. تو نجول انواع الجلوميرولونفرايتس بعدين بالتفصيل، بس اللي اعرف ان الجلوميرولونفرايتس يسبب انترارينال كوز اكيوت كيدني انجري. بعد ثاني سبب اللي هو انترسيشن نفرايتس، انترسيشن نفرايتس، نفرايتس معناه في انفلاميشن، مش عارف شنو صاير لكن في انفلاميشن. على حسب الانفلاميشن هل هو الرجيك هل هو انفكشن، على حسب الكوز نتاع الانترسيشن نفرايتس. فتلقى وايت بلاد سيلز عكس الجلوميرولونفرايتس لان انفلاميشن يمشي شر الوايت بلاد سيل، ممكن تلقى وايت بلاد سيل كاست. إذا كان مثلاً أليرجيك ممكن تلقى أيزينوفيلز، تشوف أيزينوفيلز تمام. البايلونفرايتس إذا كان معالجتش، البايلونفرايتس عبارة عن إنفكشن صايرة في الرينال بلفس، إذا كان معالجتش تنتشر الإنفكشن في الكيدنيز وسبب نفرايتس. الحاجة الأخرى قال لك الأيزينوفيل مش دائماً تلقاها، بس كان لقيت الأيزينوفيل سواء مرتفعة في البلد ولا مرتفعة في اليورين، فالأسباب احتمال يكون أنتيبايوتيك زي الباكتريم زي البنسلين زي السفالسبورم، مشهورات الانتيبايوتيك سببا الرجيك انترسيشن نفرايتس، وفي ادويه عدد ولا حرج يسببا الرجيك انترسيشن نفرايتس. فلاحظت الاسم تغير، قلت الرجيك انترسيشن نفرايتس ما قلتش اكيوت انترسيشن نفرايتس. ليش؟ لان الرجي سير ليش للادويه معينه سميت الرجيك انترسيشن نفرايتس. في حاجه اخرى تسبب انترسيشن نفرايتس منها الكونتراكس، الصبغه اللي ياخذ في الصبغه احتمال سبب حاجه يسبب انترسيشن نفرايتس ولا تسبب اكيوت تيوبولار نكروسس اللي هو النوع الثالث. الاكيوت تيوبولار نكروسس سير في شنو؟ سير في نكروسس في السيلز بتاعت التيبيولز تمام. تو نجيب التفصيل نشرحه عليه بالتفصيل، يا اما سبب اسكيما يا اما سبب توكسين. خلينا نبدا في ATM. هذا الناس باب الانترا ارينال، يا اما جلوميرولونفرايتس يا اما انترسيشن نفرايتس يا اما اكيوت تيوبولار نكروسس، اي سبب من الاسباب هذا معناه المشكله في الكيدني اتسلف تمام. خلونا نجو هنا
acute tubular necrosis. Acute tubular necrosis من اسمه معناها صاير في necrosis في السيلز متاعت التبيولز. تمام, acute tubular necrosis. سببين لا غير, ما يطلعش منهم, يا اما اسكيميا يا اما نفروتوكسيك, يا اما حاجه ماده توكسيك لشنو للتبيولز. اذا كانت اسكيميا معناها الهول تبيولز بتاعت الكدني من بدايه البروكسيما اللي عندي كولكتنج داكت تلقى افكتد بالمرض هذا. شنو السبب, شنو السبب باش نلخص عليك, اي سبب بري رينال, حكينا على بري رينال صح, اي سبب بري رينال من الاسباب اللي عددناها ما علشتش وقعدت فترة طويلة حيسبب لك في الأخير, لأن شنو؟ لأن التبيولز تبولر سيلز يتحمل النقص البرفيوجن لمدة معينة, يعني هنا خلايا سيلز يبن بلوت سبلاي, فإذا صار ديكريز برفيوجن مثلا الأيام يعني أكثر من ساعات صار طول البرفيوجن فيصير فيه إسكيميا. الإسكيميا هذه كان ما علاجتش حيصير فيه نيكروسيس وتحول إلى تبقى أكيوت تبولر نيكروسيس بدل ما بري رينال تمت الأكيوت تبولر. قال لك secondary to severe decline in renal blood flow, نفس التعريف البري رينال, البري رينال decrease renal blood flow, بس هنا severe طول قاعد severe طول, زي ايش؟ shock, hemorrhage, sepsis, DIC, heart failure. هذان كلن في البداية حيسبب ان بري رينال acute kidney injury, لو ما عالجتنش بسرعة وخليتن قاعدات حيأدن الى acute tubular necrosis, دمج يعني أكبر من الدمج بتاع البريرينا. تمام, الإسكيميا شنو تدير؟ الإسكيميا result in the death of the tubular cells. تمام, هذا إيش الإسكيميا السبب إذا كان إسكيميا decrease renal blood flow. ماذا إذا كان السبب nephrotoxic, يعني حاجة toxic للكدني؟ تمام, الغالب إن تكون affected the proximal tubules, الغالب, بس ممكن تأثر على الكدني كله. شن سير هنا؟ قال لك the injury is secondary to substances that directly injure renal parenchyma and result in cell death. يعني مادة, أي مادة كانت دواء أو صبغة أو أي حاجة سمية للتوبولار سيلز. تمام, تدير injury للتوبولار سيلز, هذا النيفروتوكسيك. أنواع عدد ولا حرج. أول حاجة الانتيبيارك. الانتيبيارك في الأمين جلوكوسايد اللي هو زي إيش, زي الجنتامايسن وزي التوبرامايسن. تمام, هذن الانتيبيارك والفانكومايسن هذا بروحه, هذان يسببان تيوبولر انجري. لذلك اي مريض لما يدخل المستشفى بدوله في المضادات الحيويه ذنيه واحد من اللي اماني جلوكوسايد وفانكومايسن لازم يديروا تشيك للدراج ليفل, لازم كل بعد فتره يوم يومين ثلاثه يشوفوا الدراج ليفل, نسبه الدواء في الدم هل هي اكثر من لازم والله, لان اذا كانت تمت اكثر من لازم احتمال تدير تيوبولر نكروسيس. نشوفوا فيها بالهبل, مرضى واجدين قاعدين على الفانكومايسن بعد 4 ايام 5 ايام صار عنده acute kidney injury. تمام, وشفنا اليورين لقينا مادي براون كاست, مادي براون كاست دي ما تشوفها في الacute tubular necrosis, فقلنا هذا احتمال كبير عنده acute tubular necrosis. فلما درت drug level للفانكومايسن طلع drug level مثلا 35 مرتفع, فأنت خلاص تعرف الدياجنوسيس متاعك, المريض عنده acute kidney injury, السبب متاعها intrarenal اللي هو acute tubular necrosis, المريض عنده ATN يسموه فيها ATN acute tubular necrosis secondary, ليش secondary؟ ال high vancomycin dose. تمام, لذلك المريض هذا لازم نقص له الفانكومايسن. تمام, واذا كان ياخذ في امين جلوكوسايد جنتامايسن لازم نقص له الجنتامايسن, والله نوقفه بالكل على حسب. تمام, السبب الثاني توكسيك نيفروتوكسيك الراديو كونتراست, المرضى اللي ياخذوا في صبغه مع صورة السي تي سكان ولا صورة الام ار اي هذول كلهم. تمام, الراديو كونتراست ايجنت يسبب شنو؟ اكيوت تيوبولار نكروسيس. تمام, لذلك اي مريض عنده قصور في الكلى وماشي يدير في صورة حذرة, قل له لازم يعطوك سوائل الاي في فلويد قبل وبعد الصورة. تمام, الانسيتس النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج. الانسيتس خليني نشرح لكم حاجة شني كيف يدير الانسيتس. تمام, انت عندك هذا الايفرنت ارتريول. تمام, هذه البومن كابسول, الايفرنت ارتريول خاص جوا ودير جلوميرولس. تمام, ويطلع افرنت. تمام, هذا الافرنت A وهذا الافرنت E, يبدأ بالE. تمام, الانسيت شنو يدير؟ النونسترويدال انتي انفلاماتوري دراج اللي هنا زي من زي النابروكسين زي الايبوبروفين البروفين اللي يقطفين للآلة المذنية.
شين يدير؟ طبعا انت في حاجه في جسمك اسمها بروستاغلاندين. البروستاغلاندين البروستاغلاندين تاثيرا على الكيدني يدير شنو؟ فازو دايليشن للايفرنت ارتريول، فيزيد البلاد سبلاي للكيدني. هذا طبيعيا البروستاغلاندين. بس امتى يدير القصه البروستاغلاندين؟ لما يصير اي قصه اكيوت كيدني انجري يشتغل عشان يبقى يحافظ على البلاد فلو للكيدني. فالبروستاغلاندين يكثر لما المريض يقعد عنده اكيوت كيدني انجري، يكثر فيكثر عشان يدير فازو دايليشن في الايفرنت ارتريول ويزيد البلاد سبلاي للجلوميرولس. تمام. لما مريض ياخذ لي نان سترويد الانتي انفلاماتوري دراج، ايبوبروفين، موترين، نابروكسين، ايش يدير؟ ففي عارفين احنا السيل ممبرين يتكون من الفوسفوليبيد. هذا السيل ممبرين. الفوسفوليبيد يتحول الى اراشيدونيك اسيد. تمام. الاسيد هذا هي عن طريق السايكلو اوكسجينيز. سايكلو اوكسجينيز يا اما تايب 1 والله تايب 2. الانزيم هذا موجود في كل مكان وموجود حتى في الكدني. الانزيم هذا يكسر الاسيد هذا الاراشيدونيك اسيد يحوله الى انواع البروستاغلاندين. بروستاغلاندين 1، بروستاغلاندين 2، بروستاغلاندين 5، ثرومبوكسين A2. تمام. فهذه وظيفته. الانسيتس النانسترويد الانتي انفلاماتوري دراج اللي هن البروفين والموترين يديرن انهبيشن للانزيم هذا السايكلوكسجينيز انزيم، فلذلك ينقص عندك البروستاغلاندين، ينقص عندك، فمعاش يصير عندي ايش؟ فازودايليشن، فينقص يقعد البلاد فلو للكيدني ينقص. فهذا كيف النانسترويد الانتي انفلاماتوري دراج تسبب acute kidney injury. في دواء اخرى اللي هن شنو؟ الايس يسموه فين ايس اي انهبيتر والارب اللي هن ايش؟ الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتر والله الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر. تمام. زي ايش؟ زي عندك هذا مثال عليه اللي سينوبريل والكابتوبريل والانالابريل. تمام. هذا مثال عليه شنو؟ اللوسارتان. تمام. الادويه ذن شنو يديرهم؟ نحن عارفين الانجيوتنسين في جسم الانسان، الانجيوتنسين حكينا عليه المره اللي فاتت، شنو يدير؟ يدير فازو كونستريكشن للافرنت، يدير له فازو كونستريكشن صغره. ليش صغره؟ عشان يخلي البلاد يقعد في الجلوميرولس از ماتش از هي كان، يعني فتره طويله. فلذلك ايش؟ سبحان الله طبيعي البروستاغلاندين يدير فازو ديليشن في الافرنت، يخلي الدم يخش انا واجد، والانجيوتنسين يضيق الافرنت ارتريول عشان يخلي البلد كميه كبيره في الجلوميرولس، فتستفيد الجلوميرولس ويجيها بلد سبلاي واجد. فلما انت تاخذ الادويه ذنيه يديرن الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتور والله الاربس يديرن بلوك الانجيوتنسين، فمعاش في انجيوتنسين، فيصير فازو دايليشن في ليش؟ في الافرنت توسع، فالبلد يبقى يطلع على طول من الجلوميرولس، يطلع على طول. فلذلك ايش؟ البلد يقعد في معش فيه بريشر جواني، معش فيه بريشر جوا الجلوميرولس. البريشر مهم، الجلوميرولس بريشر مهم عشان يصير فيه ايش؟ فلتريشن ويطلع البريد يبروديوس يورين. فالبريشر مهم، فلما انت تدير فازو ديليشن في الايفرنت ارتريول عن طريق الادويه ذني هي، فنقص البريشر ايش؟ في الجلوميرولس. هذه كيف الادويه تسبب الامراض الذنيه هي. فنجو هذا كيف قلنا الانسيتس. تمام. خاصه في المرضى اللي عندهم هارت فيلير، هم المرضى اللي عندهم هارت فيلير في decrease cardiac output، في decrease blood flow للكيدني، وانت عطيتهم insights اخرى فلغيت البروستاغلاندين بكل معاش تم في دم يوصل للكيدني. poisons في الناس اللي تاخذ في الاعشاب هذني يعدد ولا حرج، الصينيه هذن في قصه المايغلوبينوريا اللي تصير في الرابدومايالاسيس في المصل دامج، لما يصير في عندك تكسير في المصل يصير عندك المايغلوبين يمشي للكيدني، والمايغلوبين سام للكيدني نيفروتوكسيك. تو نجو له ثاني نشرحه مره اخرى. الهيموغلوبينوريا المرضى اللي عندهم هيموليسيس، اصلا المفروض الهيموجلوبين مش موجود فري في دمك انت، فلما يكون فري ويمشي للجلوميرولس عشان يصير له فلتريشن يبقى يترسب في الكيدني تيبيولز ويسبب اكيوت تيوبولار نيكروسيس. الكيموثيرابي اللي ياخذه في الكيماوي زي السيسبلاتين حتى هو يسبب اكيوت تيوبولار انجري. اللي عندهم مالتيبل مايلوما شو نسير عندهم المالتيبل مايلوما؟ برودكشن ا لوت اوف لايت اند هيفي لايت تشينز اللي هنا كابا ان لمدا. تمام. كابا ان لمدا التشينز ذني هي بروتين، عباره عن بروتين مش موجوده طبيعي، يعني الكيدني والجلوميرولس مش يعني مش متعودات على حاجه هذه في جسم الانسان. فاللايت تشين ذني اللي يصير في المالتيبل ميلوما يترسب في الكيدني، يترسب في التبيولز يسبب ان اكيوت تيوبولار نيكروسيس. هذه حاجه مهمه. هنا طبعا شرح لك
انواع الادويه وكل واحد الميكانيزم بتاعه كيف يسبب ديزيز في الكدني، كيف الميكانيزم بتاعه. اول ميكانيزم اللي هي التريشن في البلاد فلو، حاجه تاثر على البلاد فلو زي ما قلنا الانسيدز، ليش؟ لان نقصت البروستاجلاندين. الايس انهبيتر والار، ليش؟ لان نقص الانجيوتنسين ودارا بنعن الفازو كونستركشن اللي يصير في الافرنت ارتريول وتم واسع الارتري. السايكلوسبورين اللي هي اس واي مش اس اي، السايكلوسبورين شنو يدير؟ حتى هو يدير فازو كونستركشن في الافرنت اللي فوق اللي يدير بلاد سبلاي، يدير فازو كونستركشن. فهذا الميكانيزم بتاعت الادويه الثانيه يدير الالتريشن في البلد فلو. تمام. بعدها في دراج يدير اكيوت تيبولين نكروسس زي ما قلنا فوق، منهم اماني جلايكوسايد والفانكومايسين. تمام. الانفوتروسين بي حتى هو بتاع اللي يعالج الكانديدا، حتى هو الانسيد، شفت الانسيد كل حاجه يدير فيها في الكدني، ايضا يدير اكيد تيبولين نكروسس. ادويه يدير جلوميرولونفرايتس زي الجولد والبنسلامين اللي يستخدموا في الروماتويد ارثرايتس، حتى هن يسبب من الجلوميرولونفرايتس. في ادويه يسبب من تيبولو انترستيشال نفرايتس، تمام، زي البنسلين، زي سيفالسبورين. الانسيد شوفوا الانسيد يسبب كل حاجه، الالبيرونول هذا يسبب من الرجي، تيبولو انترستيشال نفرايتس انفلاميشن، هذا الميكانيزم اوف اكشن. تمام. في نقطه مهمه هنا، بما اننا نعرف التحاليل واستخدمنا التحاليل، كيف تفرق مثلا ايش واحد جاب لك نتيجه تيورين تيست، تمام، كيف تعرف انه ممكن بريرينا ولا بوستريرين؟ ممكن مليورين تيست بس واليورين مايكروسكوبي ممكن تشخص على طول من غير اي حاجه. تمام. البريرينال فيلير، تمام، شن قلنا البريرينال شن صاير عندهم؟ صاير عندهم ديكريس برفيوجن، فلذلك الكدني تشتغل تمام وتمتص كل حاجه مليورين، تمتص الكترولايت، تمتص الفلويدز كله، فلذلك يبقى اليورين بتاعه مركز، يحاول على قد ما يقدر ما يفقدش السوائل، فاليورين بتاعه مركز والصوديوم بتاعه، الصوديوم في اليورين قليل والفراكشن اكسكريشن قليل، فلذلك لما نقارن بينه وبين الاي تي ان، الاي تي ان ما تشتغلش الكدني، فلذلك يفقد في كل حاجه، يفقد في السوائل ويفقد حتى في شنو، ويفقد حتى في الالكترولايتس. تمام. فلذلك اليورين اوزمولاليتي، التركيز بتاع اليورين، اليورين اوزمولاليتي تلقاه مرتفعه في البريرينا، تلقاه مرتفعه شوي اذا كان في تيوبيوز ما زال يشتغل، لكن مش حتكون اكثر من 500. اليورين صوديوم حتلقى اقل من 20 في البريرينا، حتلقى اكثر من 40 في الاي تي ان. الفراكشن اكسكريشن تاع الصوديوم تلقى اقل من 1، اكثر من 1. اذا كان ديت شفت اليورين تحت الميكروسكوب مش حتشوف حاجات واجد في البريرينا، ممكن تشوف هاي لاين كاست، لكن في الاي تي ان حتشوف المادي براون كاست. تمام. حد يقول لي كيف نعالج الاي تي ان؟ الاي تي ان تعالج السبب، تعالج السبب. مرضى الاكيوت تيوبولار نكروسس اللي يصير عندهم اكيوت تيوبولار نكروسس، تمام، مرات يجيك بأوليغوريا لأن التوبيوز ما عادش يشتغلن، فيجيك بأوليغوريا يطول، يقعد مرات راي تصل عند أسابيع، تصل عند أسابيع. تمام. لكن أهم حاجة المريض ما زال بروديوس سام يورين، إذا كان المريض ما يديرش في يورين بالكل لازم ليش نعالج السبب. تمام. على حسب، إذا كان هي شاك عالج الشاك زي ما تعالج هيموريج عطيه بلاد، سبسس عالج الانفكشن، دي اي سي ديسيميليتد انترافاسكولار كوجوليشن عالجها بهيبرين والله عالجها زي ما تعالجها، الهارت فيلير نعالجه بدايوريتك، نعطي دايوريتك، نعطي. تمام. لازم نعالج، لازم نعالج السبب اللي دار لي اكيوت. ياخذ في فانكومايسين وقفه، ياخذ فيجيتامايسين وقفه. تمام. على حسب السبب عالج السبب. لو عالجت مثلا الاسباب هذا كل وما زال المريض الكدني فانكشن تحته ما تحسنتش وما فيش اي يورين، ما يديرش في اي يورين، هذه مشكله. اذا كان المريض ما يضلش في اي يورين الاكثر من يوم بالرغم من انك عالجت الاسباب هذا، ايه معنى احتمال بغسيل كلى، يبي دياليسس. تمام. في حاجه في الاكيوت تيوبر نكروسس، اول فيس اوليغوريك فيس انه ينقص معاشي ينتج. في حاله انه صار له هيلينج ريكفري، اذا كان المريض محظوظ وصار له ريكفري هيلينج، تمام، شنو يصير في الهيلينج؟ التيوبولز سيلز، السيلز بتاعتها يصير فيه ريجينريشن، تبقى ايش تكون في خلايا جدد، ينتج في خلايا جدد. فالخلايا جدد بما ان مازال نيو فريش نيو يبقى يشتغلن على طول، في المريض يبقى ايش ينتج في يورين، في يورين بالهبل، فيصير عنده بوليوريا، بوليوريك فيس. هلا اوليغوريك فيس وبعدها بوليوريك فيس، لازم تكون فاطن للاوليغوريك فيس بما ان المريض صار ريكفري وتم برودوس ا لوت ماونت اوف يورين، ا لوت اوف ماونت اوف يورين، فلازم ايش تشوف مرات المريض قاعد في المستشفى له كم يوم ما تبولش وعنده اكيوت تيوبولار نكروسس، بعد ربع يوم خمس يوم جاتك الممرضة قالت لك راهو الصبح طلع 3 لتر، فلازم تعطيه سوائل المريض لانه يفقد يعني اكثر من اللازم، فهذا في حاله الريكفري. تمام.
واحد من الأسباب اللي قلنا الأكيد تعتبر النكروسيس اللي هو إيش؟ الرابدوميالسيس. الرابدوميالسيس. الرابدوميالسيس عبارة عن muscle breakdown, skeletal muscle breakdown. سير تكسير في skeletal muscles. تمام؟ لما تكسر skeletal muscle بتاعك شن جواها أنت؟ جواها myoglobin اللي هو عبارة عن بروتين, جواها potassium, جواها phosphorus, جواها creatinine kinase. هذين كلن حاجات جوا المسل cell. فلما يصير breakdown هذين كلن ينطلقن. spread يمشي كل البلد. فهذين كل الريليز اللي يمشي كل فيرتفع في البلد. فأنت لما تدير تحليل الدم حتلاقيان مرتفعات الحاجات الثانية. فشنو قال لك؟ قال لك لما يصير بريك داون ريليز اوف انتراسيلولار كونتنت بوتاسيوم والمايجلوبين والفوسفورس كل نيش يطلع من برا خلاص يوصل ليش للدم. فالسيتوكاينز يرتفعن تمام والنيتريك اوكسيد ينقص ويصير فازو رينال فازو كونستريكشن. هذا واحد من الميكانيزم اللي صارت أكيوت تيوبولار نيكروسيس اللي صارت AKI. مرات واحد يقول لك كيف يصير لي أكيوت كيدني إنجري في الرابدوميالس؟ تقول له أول حاجة يرتفع عن السيتوكاينز وينقص النيتركس أوكسايد اللي هو يدير فازوديليشن ويصير رينال فازو كونستريكشن. الحاجة الثانية المايغلوبين, وهذه الأهم, المايغلوبين توكسين فيسبب ATN. فهو شنو يصير له فلتر بالجلوميرولس ويسبب أوبستركشن في التيبيولز والإنفلاميشن. جينا فوق لا جينا فوق هنا سنو قلنا المايغلوبين فوق هنا سبب ايش؟ ATN. فهو توكسن للتيوبولز بتاعت النفرون فيسبب ATN. تمام. كيف يجيك المريض؟ المريض لازم تسأل على الهيستوري. هل هو تروما؟ هل هو دير سيرجري؟ الهايبرثيرميا؟ السيجر؟ هذين كلن حاجات يسببن بريك داون في المصل, يسببن رابدوميالاسيس. لما تدي الاكزامينيشن ممكن تلقى سويلينج, تلقى تندرنس, تلقى مصل بين. لما تشوف اليورين تمام تلقى براون. ليش؟ لأنه في مايغلوبين. لما تدير ديبستيك يطلع بازيتيف يقول لك في بلاد, لكن هو الديبستيك عرف لك يوم المرة اللي فاتت ما يميزش هل هو هيموغلوبين هل هو مايغلوبين, يقول لك في بلاد وخلاص. تمام. الدياغنوسيس كيف تشخص؟ البلازما كرياتينين كينيز السي كي مرتفع. كرياتينين كينيز عارفين ان احنا لنا كرياتينين كينيز في الفسيولوجي قاعد جوا المصل. تمام. في اي مصل. لذلك حتى المرضى المايكايدال انفاركشن تلقى السي كي مرتفع عندهم. تمام. لكن سكيلت المصل بما انها كبيره فتلقاه مرتفع الخمس مرات. مرات تلقى 40,000 تحليل يجيك ب 40,000 يقول لك السي كي 40,000 50,000 100,000 يرتفع. ثاني حاجة البوتاسيوم تلقى مرتفع. ليش؟ لأن البوتاسيوم قاعد جوا السل. عارفين أن البوتاسيوم انتراسيلولر, فلما يصير ماسل بريك داون يرتفع البوتاسيوم, يصير عندهم هايبركاليميا. ثاني حاجة يصير عندهم هايبرفوسفاتيميا, يرتفع الفوسفورس. يصير هايبوكالسيميا. ليش يصير هايبوكالسيميا؟ نحن عارفين أن الفوسفورس وين ما يشوف الكالسيوم في جسم الإنسان يمشي يرتبط به, وين ما يشوفه يمشي يرتبط به. لذلك أنت عندك كالسيوم في جسمك وطلقت عليه فوسفورس من جوا السيلز فصارت هابير فوسفاتيميا. الفوسفورس ارتفع في الدم يبقى يدور في اي كالسيوم يرتبط به فينقص الكالسيوم بتاعك في جسمك فيصير عندهم هايبوكالسيميا. ليش؟ لان الفوسفورس ارتفع وارتبط به. تمام. لما تشوف اليورين تي كالر يورين نفس الشاي لون الشاي كيف ما قلنا في الدبستيك تلقى بوزيتيف بلاد, هو مش بلاد اصلا لكن يطلع بوزيتيف الدبستيك. لما تدير مايكروسكوبي مش حتلقى ار بي سي, هذا الفرق. الدبستيك يطلع بوزيتيف بلاد, اليورين مايكروسكوبي ما فيش ار بي سي. ليش؟ لان مايغلوبين مش هيموغلوبين. تمام. كيف تعالج؟ العلاج سبورتيف ما فيش علاج معين. سبورتيف شنو؟ سبورتيف تعطي اي في فلويدز, لازم تعطي اي في فلويدز. اي في فلويدز تعطي مرات لعند 200 ملي في الساعه. اي نورمال سيلين, نورمال سيلين تعطي 200 ملي في الساعه. بس المريض لازم تحطه مونيتور في الاي سي يو, لانك اذا كان ما هو ما ينتش في يورين, هي دازنت برودوس يورين, احتمال يدير له فوليوم اوفرلود. فلذلك ليش لازم يدير مونيتور للسي في بي سنترا فينس بريشر اذا كانت بتعطيه فلويدز. فيقول لك اي في ريهايدريشن اعطي لعند اب تو 200 ملي في الساعه. تمام. اذا كان المريض ما تحسنش تمام بالرغم من انك اعطيته سوائل ما زي ما فيش اي يورين وتم الكيدني فانكشن وورسنينج معناه تبي رينال ريبليسمنت ثيرابي اللي هو ايش؟ الدياليسيس. اي سؤال؟ ما فيش اي سؤال. احنا كملنا توره, هذه نهايه المحاضره. تمام. شكرا لله, فيك الله بارك. تمام. إن شاء الله تنزل محاضرة على اليوتيوب. موفقين إن شاء الله. صح في دوركم. السلام عليكم.